برحب بضيوف الاعزاء فضيله الداعيه الاسلامي الحبيب علي جفري. اهلا وسهلا سيدي. حياك الله وبارك فيك. معنا الليله الاستاذ اسامه دره، هو كاتب له مؤلفين، له مؤلفان من داخل الاخوان اتكلم ومن الاخوان الى ميدان التحرير. اسامه كان عضوا في جماعه الاخوان المسلمين ثم استقل عنها منذ عام، وان لا يعني هذا تغير مواقفه من الدين. أيضا معنا الأستاذ محمود جمال الحديني، وهو كاتب مسرحي صاحب إبليس، مسرحية إبليس واليوم الآخر، وهذه مسرحية أخرى تتحدث عن يوم الحساب. بعد الفاصل نبدأ حوار. خلينا ابتدي من عندك يا محمود على طول، وأقول لك أنت مرجعيتك إيه؟ انا ماشي يعني في حاجات انا اتعلمتها وانا صغير في الدين طبعا، وبقت هي الاساس عندي، وبقيت ماشي بستفتي قلبي. يعني انا ماشي في الحياه خلاص، بقيت عارف الحلال ايه والحرام ايه، وميزاني في الحياه هو نفسي اعتقد كده، وده رايي في الحياه. بمعنى يعني اشرح لي شويه، ميزاني هو نفسي، ايه اللي وصلك لانك تختار ان ميزانك يبقى نفسك؟ وانا صغير يعني من فتره قبل ما تنتشر ما ينتشر الفكر الديني في الاعلام بشكل دوت، انا كنت خاف اسال الشيخ في الجامع، يعني كنت خاف اساله سؤال وما يدينيش اجابه اللي انا عايزها، يعني او ينهارني او يكلمني بطريقه مش كويسه، او يقول لي انت مش كويس، او يقول لي ازاي تسال سؤال زي ده. فبدات اخد جنب انا، وبعدين لما بدأ الدين يوصل لي عن طريق الإعلام، وده شيء كويس جدا من خلال الشيوخ، فأكيد لقيت اللي حضرتك بتتكلم عليه، فكرة كسرة الفتاوى، ولقيت حاجات ما بتخشش عقلي، فبدأت أحط عقل أنا المصفى بتاعتي اللي بتعدي منها الأفكار، وأخد منها الكويس وأخد منها الوحش، وفي النهاية قلبي هو اللي بيحكم، اللي بيفاضل بين الأشياء وبين بعضها. يعني بتخش عقلك ولا بتخش قلبك؟ يعني أنا قلبي كده كده معايا طول الوقت، يعني مفيش حاجة بعملها مش موافق عليها قلبي، وفي نفس الوقت عقلي لازم يوافق، لان الدين عقل، لكن ربنا سبحانه وتعالى بحبه بقلبي، يعني مش عارف تضارب كده. هو الدين عقل يا حبيبي؟ الدين اتفضل حبيبي. اتفضل. الدين افكار، الدين فكره، او الدين سلوك وقواعد، لكن ربنا سبحانه وتعالى والايمان بيه حب بس، ده رايي يعني. اتفضل حضرتك. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإجابة العفوية التلقائية الصادقة التي تكلم بها تجعلني أفكر في عدد من الأمور. أولها ما ختم به الكلام، العقل والقلب. نعم، الدين يتصل بالعقل ويتصل بالقلب، ويتصل بعنصر ثالث كثيرا ما ننساه، وهو النفس وهواها، النفس الأمارة بالسوء ولاتها. بين العقل والقلب لا يضيع الدين أبدا، ولا يكون هناك إشكال أبدا إذا طرح الدين الحقيقي الصحيح، بمعنى لم يكن في الطرح عوج بتعصب أو بمصلحة أو لأي سبب من الأسباب الأخرى، أتوهم مصلحة لأي سبب من الأسباب الأخرى. لا يوجد شيء في الدين قط يتعارض مع العقل، وبالتالي صحيح العقل لا يمكن أن يختل ميزانه في التعامل مع الدين أبدا، فأنا أوافقك. الأمر الثاني القلب، الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. أنا عند إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. القلب هو محل نظر الرب، وهو صاحب الميزان الحقيقي. أين تأتي المشكلة؟ تأتي المشكلة التي تجعل الإنسان يحتاج أن يرجع إلى العالم أو المرجع الحقيقي المؤهل، ترجع في نفس الإنسان الذي هو ميله وهواه. والنفس الأمارة بالسوء بطبيعتها عندما تريد شيء تحتال ليس فقط على الآخرين، تحتال على صاحبها، لا سيما إذا كان صاحبها صادقا، إذا كان صاحبها له ضمير له حس، لا يوافقها على فعل شيء بسبب طمع أو شهوة أو خوف إن لم يكن هو مقتنع بصحة ما يفعل. هذا النوع من البشر النفس تحتال عليهم لتلبس له الأمر الذي هي تشتهي، في صورة وفي هيئة وفي شكل أن هذا يعني عقلا هو الصحيح، أو أن هذه المعلومة التي جاء بها الدين لا تدخل العقل. لا يوجد شيء صح في الدين لا يدخل العقل،
أحد الأمرين، إما أنه بالفعل لم يثبت أن هذا من كلام الله ولا من كلام رسوله وأن الحكم غير صحيح، أو أن ما يتوهمه الواحد منا عقلا هو ليس بعقل، هو هوى، والهوى يدخل فيه الاعتياد والإلف، يدخل فيه الثقافة المنتشرة العامة بين الناس. هذه نقطة، وهي نقطة تحتها أشياء كثيرة. النقطة الثانية، أنا يعني أدرك وأقدر جيدا الكلام الذي ذكرته في البداية، للأسف، وهذا يجعلني أعيد مرة أخرى الاعتذار لكل الشباب من داخل بيت الخطاب الإسلامي عن المعاناة التي عانوها بسبب وجود كثير من غير المؤهلين وتصدرهم في سياق الرد على الناس باسم الدين، أو وجود علماء ضعفت عندهم همة العطاء، مشاكل الحياة غلبت عليهم إلى الحد الذي غيبت عنهم رسالتهم، أو أخذوها وظيفة وبالتالي ليس لديه الرغبة ولا طول البال أن يسمع من الشاب أو يأخذ يعطي معه، أو عنده نقص في المعلومات فيريد أن يدافع عن ضعفه وعدم وجود حجته بالنهر برفع الصوت. هذه كلها أخطاء وهي موجودة، وهي مسؤوليتنا نحن في بيت داخل بيت الخطاب الإسلامي. أختم في التعليق بمسألة تتعلق بالإنسان الذي يشعر بمثل شعورك هذا، أنه يعني صد، يعني ما وجد الشيء وصد. أريد أن أقول لك أن هناك مسؤولية تجاه بيت الخطاب الإسلامي العالم سيحاسب الله عليها إذا لم يحسن التعامل معك، لكن هناك شيء اسمه المسؤولية الفردية، هي مسؤوليتك أنت أمام الله عز وجل. أمور الدين فيها ما هو متعلق بالاعتقاد، متعلق بالأحكام القطعية الفقهية التي لا يوجد فيها مجال للاختلاف، عندنا فرائض 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام رمضان، الحج، أمثال هذه الأشياء هي ليست مجال للاختلاف، وليست مجال حتى لأن يقول الإنسان لا ربما لم تكن موجودة، حتى لو عنده شك فيها من حقه ويسأل ويبرز شكه، لا يوجد ممنوع هنا، لكن هي ليست مجال للنقض، هي مجال للتساؤل. لكن هناك أمور أخرى الاختلاف فيها واسع، والمجال فيها واسع، والاجتهاد أيضا فيها واسع. هذا الاجتهاد يتطلب نوع من الاختصاص، يعني مثلا لو أنا جيت أفكر أكتب مسرحية، إن لم أقرأ شيء عن فن كتابة المسرح مهما كنت ذكيا أو موهوبا، إذا ظننت نفسي ذلك سأكتب شبه مسرحية، لأن هناك قواعد لكتابة المسرحية. العلم الشرعي من باب أولى له قواعد ومنهجيات، وهي التي تجعلنا بحاجة إلى المختص. لكن المشكلة تأتي عندما يصبح المختص إما غير أمين على اختصاصه، أو غير مؤهل وبالتالي هو غير مختص إلا بالصورة وبحسن الكلام، أو المشكلة الثالثة أن يكون هذا المختص غير قادر على فهم الذي يسأل ويتعامل معه ويستوعب الذي معه. هذه مشكلة في الداخل موجودة، وأنا أعترف بها، ويجب علينا أن نعمل على 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 إصلاحها. لكن هذا لا يعفي أي طرف من أنه يدرك أن هناك شيء اسمه التخصص، وهناك أشياء واضحة بالبديهة لا تحتاج إلى خطاب. بالنسبة للتخصص، يعني أنا لو تهت في أي حاجة، أي وقت ما أحب أخذ فيها قرار هي صح ولا غلط، انا مثلا قلت لنفسي انها صح او قلبي حس انها صح، ايوه، لما اجي اسال وسط تضارب الشيوخ وتضارب رجال الدين هلاقي واحد يقول لي انها صح، فخلاص يعني فانت مرتاح حد بس انت قلت انا قلت لنفسي، مش جايز نفسك اللي قالت لك، ودي النقطه. بس هرجع لك تاني، بس يشترك معانا الاستاذ اسامه، انت كمان مؤمن انك هي نفسك هي المعيار؟ امتى بتبقى نفسك هي المعيار؟ امتى نفسك اللي بتقوله هو الصح؟ استفتي قلبك، امتى بتستفتي قلبك وبتقول لا انا مش هسمع لحد؟ في الاول استاذ خيري انت قدمتني باني استقلت من الاخوان حتى لا يتوهم ان ده سبب التفات او تغير عندي تجاه الدين او اهل الدين. نعم. انا يمكن احسب في هذا المضمار من اهل المحافظه، يعني انا مش مع هتك هيبه العلم الشرعي واهله. نعم. أنا عايز أقول أنه من حاجات الإنسان الكبرى أن يكون له مرجعية، حاجاته إلى الضبط، وهو يلتمس الضبط ده في حاجات كتيرة حواليه، في السلطة، في الآباء، في الإعلام، في الدين وأهل الدين. فإحنا محتاجين ده، والاعتماد بالكلية على القلب وما يقال من الداخل لنا ربما لن يوصلنا لنتائج سديدة دائمة.
بالنسبة لما قالوا أخويا محمود من أنه المجتهدين قد يتضاربوا، دي مسألة محلولة. لأنه إزاي أنت مع نفسك؟ إحنا وده موجود في الشريعة، أنه لما المجتهد اللي هو يملك أهلية النظر في أدلة الأحكام اللي هي النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام اللي هي من واجب مستحب مباح مكروه حرام، لما يطلع من أكتر من مجتهد أكتر من رأي، يمكنني أن أخذ بالأحوط وأدع ما يريب، أو بالأيسر وأسهل على نفسي، أو أخذ رأي الأكثرين رأي الجمهور، أو حتى أخذ برأي من أظنه الأعلم الأورع، أو حتى أخذ بأي حاجة لأنه أنا في النهاية مقلد أو عامي، فبالتالي يسعني أن أخذ أي اجتهاد والله يقبل مني ومن المجتهد. ما حصلش أصاب أو رفضت كله؟ يعني شفت حاجة مرة سمعت فيها أكتر من رأي فلم ترتاح فاخترت؟ لا مش رفض. أنا أقول لك حاجة، في حياتنا الشباب بيلاقوا أنه وهم الحقيقة مش بيميزوا بين الصنفين دول، بيلاقوا العلماء الراسخين في علمهم وفي بعض الغير الراسخين في العلم اللي بيبقوا فتانين وبيبعدوا الناس عن الدين بأسلوبهم وبغرابة فتاواهم. يعني أحيانا يصدر من المجتهدين رأي واحد أو ما يبدو وكأنه الرأي الوحيد لأنهم تواطؤوا على إخفاء رأي معين حماية للناس يعني من الفتنة في بعض المسائل، وأحيانا بيصدر اجتهادات كتيرة لكن لا تبدو للمستفتي أو المواطن العادي وكأنها متمشية مع ما يظنه هو روح الدين. أحيانا بيكون هو غلطان ومش فاهم، وأحيانا بيكون هواه غلبه، لكن أحيانا كمان المفتي بيكون عنده مشكلة. المفتي ممكن يكون مستغرق جدا في كتب التراث إلى حد المفتي هنا هو من يقدم الفتوى وليس فضيلة المفتي. نعم. لا 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 طبعا. نعم. طبعا أقصد. نعم. بشكل عام المفتي أو الفقيه أو العالم أو الشيخ بشكل عام في. نعم. مجتمعاتنا قد يكون مستغرق في كتب التراث، الكتب التي كتبها الأسلاف وهم على رؤوسنا، لكن هم كتبوا كلامهم في عصورهم ويعني عصرنا غير عصرهم، إلى حد إهدار حقائق علمية أو يبقوا مهتمين جدا بفهم النصوص الشرعية على حساب فهم الحياة، بينما لا يمكن أن يصدر حكم صحيح هو حكم الله فعلا إلا لو فهم الفقيه النص مع الحياة. يعني هل مسموح لي أقول أمثلة؟ كيف أنا على الفقيه؟ يعني كيف لشاب أن يحكم على الفقيه إذا كنت أنت قد تخصصت قد قرأت قد اهتممت قد سمعت؟ تمام. إزاي حقدر أخلي كل الشباب يلجأ لده؟ الحقيقة يعني أنا مش أعلى من غيري، بس هي الفكرة أنه في حاجات بتبقى باينة. يعني قريب كنت أقلب في كتاب فقه وضعه أحد الشيوخ المحسوبين على تيار ما اعتاد أن يصدر أحكاما فقهية شديدة، فكان والحبيب الجفري ممكن يعني يراجعني في هذه المسألة، كان بيتكلم عما يجوز فيه الرهن من أنواع الرياضات اللي هو رصد أموال تعطى للفائز في مسابقة ما. فهو كان رأيه أنه الرهن أو الأموال دي لا يجوز إعطائها لمسابقات السباحة والمصارعة والجري ولا حتى المسابقات في المسائل العلمية، واحتج بحديث رسول الله أنه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وقال أنه هذه الثلاثة الأصناف لها أثر في الجهاد وأنه الشارع اختصها دون غيرها حتى لا يتخذ بعض الناس الرياضات مهنة، وقال أنه بما أن يعني الحاجات دي لها أثر في الجهاد فإحنا اللي زيها عندنا في عصرنا سباقات الدبابات أو سباقات الطيارات الحربية. فهل أنا ابن الزمن ابن المكان الفاهم للحياة المدرك للفلسفة الحاكمة لعصرنا، هل هذا كلام يعني يمكن أن يمر علي؟ هذا كلام يمكن أن أكشف ونيجي في شارع الجامعة الدول العربية بالليل نقول عندنا سباق دبابات يا جماعة مثلا وفي نفس السياق ممكن يحرم حاجة زي مسابقات الدوري ودوري الأبطال كرة القدم لأنه لم يفهم وأنا مش بقول إن ده الصح. يعني هو ممكن يحكم على الفلسفة الحاكمة العصرية كلها بأنها
غلط ويعطينا الفلسفة الأخرى، إنما لا يمكنه التقاط تفصيلة نعم. من الحياة نعم. ثم يحكم فيها ما قاله أسلفنا الأكابر وهم لم يعرفوا ما عرفنا. يعني النهاردة مثلا المسابقات الرياضية زي كرة القدم التي تعطى فيها الأموال الطائلة، هل هي فعلا مجرد لعبة؟ يعني منتخب مصر لو وصل لدور الثمانية في كأس العالم، هل دي مش من القوة الناعمة للدولة ولا هي مجرد تفاهة؟ هو شايفها تفاهة، يعني هو تصوره أنه يرجع الحالة اللي احنا فيها الآن إلى الحالة التي كان عليها الأسلاف ساعة ما كتبوا نعم. كتب التراث، فتصبح كتب التراث صالحة، وده بيحصل كتير بدل ما يفهم أنا ما بيحصل موجود. يعني بشوف ناس كتير عندها هذا اللبس، وكل شيخ بيتكلم مستند إلى كتاب، مين اللي يستفتي قلبه؟ أولا قبل الموضوع من الذي يستفتي قلبه، بنفرق بين جانبين نعم. جانب من الذي يرجع إليه، هذه قضية، هذا سؤال نعم. السؤال الثاني في ماذا نرجع، يعني هل بالفعل نحن نحتاج إلى أن نرجع وفي ماذا نرجع، من الذي يرجع إليه؟ لو أجيب عنها بشكل واضح وترسخت عندنا مثل هذا الالتباس الذي ذكره الأستاذ أسامة لن يواجهنا مرة أخرى نعم. عندنا منهج وراسخ ورصين ومتوارث ومطور في تحديد من الذي يفتي، بل حتى في تخصصاته. يعني مثلا عندنا في علم الشرعي من الممكن أن يكون هناك عالم إمام في علم الحديث، محدث زمانه، لكن لا ينبغي أن يسأل في أي مسألة شرعية، لأن الاختصاص في علم الحديث لا يعني أهلية الفتوى. الفتوى تتطلب تخصص آخر هو الفقه أصولا وفروعا، معرفة الزمان وما يجري فيه. ولو تتذكر السنة الماضية في جلوسنا مع فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة حفظه الله، كيف بيّن لنا أن هناك منهج متسلسل موروث راسخ في من يؤخذ عنه الفتوى. عندنا الفتوى في الأصل لا تؤخذ إلا عمن تأهل وشهد له بالأهلية، يعني أجازه أو شهد له بالأهلية مفتي قبله، والمفتي الذي قبله شهد له الذي قبله، وموجود إلى اليوم على مدى 1400 سنة شيء اسمه الإجازة بالفتوى متسلسلة. الإمام مالك يقول لم أفتي في الحلال والحرام حتى شهد لي 70 شيخا من شيوخ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم لا، اليوم أي شخص عنده قدرة على الكلام مثل هكذا يتكلم ويطلع في الفضائيات، هو أصبح يسمونه الناس شيخ وشيء من الشهرة، أصبح صار شيخ يسأل ويجيب لأنه لابس زي ومربي دقنه وبيطلع على والله حتى بكرفته اليوم دقنه. لكن وحتى بدون دقن اليوم الذي يجيد الكلام قليلا أصبح في وسائل الإعلام في الفضائيات يقدم ويسأل. أعطيك مثال، الفقير إلى الله قاربت 20 سنة ظهور في الإعلام أتكلم في الدين، لا توجد قناة واحدة سألتني ما هي مؤهلاتك الدينية، ما هو اختصاصك، ما هي إجازتك، ما مجال تخصصك الذي ينبغي أن تسأل عنه. عندنا مشكلة في من يبرز ومن لا يبرز، وفي مشكلة هناك مشكلة أخرى وهي خضوع قضية إبراز من يفتي لصراع التيارات الإسلامية الدينية الموجودة عندنا في المنطقة. طيب فكل مجموعة تريد شيخها هو الصادق، والذي يخالفها جاهز التهم، هو منافق وتبع حكومة أو هو إرهابي وتبع متعصبين، قضية اغتيال المعنوي للشخص، فهناك صراع. هذا الصراع هو الذي عبث بمثل هذا الأمر وأوجد مثل هذه النماذج التي تذكرونها. وبقت في حاجة تانية بقى الشيخ دلوقتي يدور على الفتوى المختلفة، يعني مش بس هو بيفتي عشان سؤل، لا ده في البعض بيعود إلى مختلفة أمهات الكتب عشان يدور على ما هو شاذ في الفتوى لطرحه، هو يقول لك علشان يطرحه ويفتي بيه نعم. علشان يبقى يلفت الأنظار إليه، علشان يمضي مع قناة أو يطلع في التلفزيون أو طب سيدنا، علشان قبل ما تنتهي الحلقة دي برضو لازم أحددها شوية نعم. من يستفتي قلبه؟ يعني أي إنسان مسلم قاعد مع نفسه مش مرتاح له، يعني دي لها ضوابط. إذا كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر حسن الخلق، يعني ما هو الشيء الجيد؟ البر، الشيء الحسن حسن الخلق، أي كل ما ارتبط بقاعدة حسن الخلق فهو بر نعم. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. استفتي قلبك هنا محلها ماذا؟ محلها في الترك وليس في الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني استفتي قلبي في أن أمتنع، حتى لو جاء شيخ وقال لي يجوز وأنا قلبي غير مطمئن، هنا أخذ بقلبي عند الامتناع، عند الإحجام. أما الإقدام
المشكلة في مسألة الإقدام أن الإقدام يحصل أو الهجوم على شيء أو فعل شيء يكون له علاقة بهوى النفس. أنا أقدر أن كثير من الشباب الذين يسمعوننا الآن قد لا يرتاحون لهذا، وأنا ألتمس لهم ألف عذر، لأن النموذج الموجود لا يدعو إلى الراحة. تقول طيب أنا أخذت بكلامك، أروح لمن الآن عمليا؟ هنا مشكلة. لكن استفتي قلبك، نعم استفتي قلبك، العقل له قيمة ومحكم عندما يخلص عن هوى النفس في كيفية التوجيه والاختيار. ثم هناك أشياء بديهية، لا يعني لا تحتاج أن يذهب الإنسان ويسأل ما الحكم فيها. استفتي قلبك ولو أفتوك. أي ولو أفتوك أنك افعل، وجدت في نفسك أنه المسألة لا يمكن قلبي مش مطمئن أن أفعل، الورع أن تترك في هذه الحالة، أن تترك لا أن تفعل، لا أن تفعل. استفتي قلبك هذه في الترك، هذا قال البر حسن الخلق قاعدة. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليها الناس، ما تحب أن يعرف الناس أنك أقدمت على مثل هذا الفعل. لكن المشكلة الحقيقية ليست عند الشباب يا أستاذ خيري، صدقني المشكلة الحقيقية عندنا نحن، عندما يحصل هناك نوع من التوعية للشباب ليميز الواحد منهم من يسأل ومن لا يسأل. لن تجد من الشباب في الغالب من يقول أنا لا أحتاج أن أسأل. الذي يقول أنا لا أحتاج أن أسأل هو الذي وصل إلى درجة يعني ما عاد يثق في الذي يرى أمامه. اختلاف الآراء بالمناسبة التي ذكرتها قبل قليل ليست سلبية في غالب شؤونها، بالعكس وجود الاجتهادات المتعددة هذا فتح للناس باب السعة. الإمام أحمد بن حنبل جاء أحد تلاميذه وقال له، ألف كتابا ذكر فيه اختلاف العلماء، فقالوا يا إمام يعني أريدك أن تنظر في هذا الكتاب، فنظر فيه فأعجبه فقال له ماذا سميته، ما اسميت هذا الكتاب؟ قال سميته كتاب الخلاف، قال بل هو كتاب السعة. وجود تنوع الآراء بس في ماذا؟ في الأمور غير القطعية، في الأمور القابلة للاجتهاد وهي الأكثر تعدد الآراء، هذا نافع لك ونافع للآخر. لكن لكي تكون أقرب إلى الله لا تجعل مقياسك في الأخذ مجرد أنه وافق هواي. فكر هل بالفعل هذا نتيجته عندما تعمل هذا الفعل؟ لو عملت هذا الشيء أثر هذا الشيء على قلبك ماذا؟ هل سيزيد قربك من الله؟ هل سيزيد ثقتك بتمسكك بالمبادئ والأخلاق؟ بالمناسبة القرب من الله عز وجل مرتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاق والمبادئ. ما هو ده ما أنا لما بقول أستفتي قلبي، أنا الأساس عندي المقياس عندي اللي أنا بستفتي قلبي عليه هو الأخلاق. بس أنت بتستفتي قلبك في الترك ولا في الفعل؟ في الاثنين. في الاثنين. طيب أنا لازم أطلع، حلقتنا خلصت لكن هنكمل تاني. سيد الحبيب علي الجفري منحاز للشباب تماما ومحمل بيت الخطاب الديني المسؤولية دائما، ويبدو أننا سنستمر هكذا حتى آخر الشهر، وسنخرج بأننا نحتاج بصدق إلى النظر وإعادة النظر في بيت الخطاب الديني. ولكن طيب ما هو بيطلع لي الشيخ يقول لي إن ما خدش رأي ده هو آثم وحرام، هتخش النار ورايح النار لا محالة. طب أعمل إيه؟ طب أريح نفسي وأدخل لطيارة أبقى صوفي أبقى سلفي أبقى إخواني أبقى جماعة إسلامية أبقى جهاد وأسمع كلامهم واتبع هذا المنهج واللي بيقولوه هو ده واخترته، وأكيد هم عندهم أصل وعندهم كتب، يبقى مش حرام، يبقى خليني معاهم. غدا نلتقي إن شاء الله.